بسم الله الرحمن الرحيم، تحية كبيرة للشعب التونسي كله. أنا عبد الله الداودي، رئيس حضرة تونس الأعمار. نحب ندعوكم إلى شرح البورقيبة يوم 30 مارس على الساعة 6 في إطار انعقاد القمة العربية. نحب نقول لكم راه باش نعملوا عرض حلو برشا، باش تكونوا موجودين ونرحبوا بالناس الكل باش يجيو، باش نشوفوا حضرة تونس الأعماق اللي تمثل تونس الكل، كل الجهات تمثل الطرق الصوفية كيما العيساوية والقادرية والعلوية والطيبية والعوامرية. نحب نشوفكم برشا موجودين باش نعملوا جو كبير مع بعضنا وننشطوا الثقافة نتاعنا ونعرفوا بالمنتوج نتاعنا، وإن شاء الله معناتها يتعدى جو كبير برشا إن شاء الله.